زك فان علي صوتك. فاجأني في شيء غريب جدا، أراني سبع إرساليات قرأتها جيدا، اتضح لي وأنها يعني تتضمن عمليات إرهابية مستقبلية. فاهم اللي يحدث؟ أنا سيد الرئيس اللي عندكم في الدورة بتاع سميك فريز، هذا أنا شحنة بن محمد، كان زميلي في الدورة، يعني عندي تكوين أمني. نعرف في نقل المساج يعني يقول هذا جدي ولا غير جدي. هذا مساج فاهم يتحدث على أحداث وقع في سيناريو في وزارة المشكورة في وزارة الحقات سيناريو. هذه حاجة فاهمة وقتية بالنسبة يعني أمور جدية. وأرقام هواتف اللي أرسلت الهواتف الفنية موجودة. مبني بها أنا ستة على شيء نهار 2/5 صباحا يوم 3/5 قلت خليني ناخذ رايك. علاش عميد المحامين مش عميد السفاره؟ السفاره لانه يعرف انا كنت في الداخليه في محاسبه على 95 وقت هو شخصيه بحته. نعم هو شخصيه بحته. هو شخصيه يعرف يعرف تكوين عندي تكوين يعني مزدوج قانوني وكنت ماشي في الامن وعندي تكوين زي اتصل بي انا مفهوم شتت هو حد يشوف جديد الانسانيات يوم 3/5 عصبة بعد 8:30 كلمت سميت في البيت. قلت لي وين البارك وقلت لي حتى بيه. قلت خليني قرايين خير من راك. وريتهم السيدات هي موجودة. وكان تفهم الورقة اللي عارف يرجع كويس الرئيس هاي. عشان تقدر ترجع لكم اللي فات السيدات. وريتهم السيدات سيد الرئيس وقلت له اعطيني رايك سولوشن. قراهم قال لي خراب شيء. خالتين. قلت له هذا اللي توقعت. قلت له سمير مش غادي في نصف. المسالات السبعه هذو مش مخرين. انا شخصيا مش مقتنع بشي حاجه. تكويني ما يسمحليش. هو باعتباره في قسم المخابرات قادر بشي حاجه. قلت له انا تو مش هتحق بالوزير دول. وانت ابدا حل الشيء. وخلي سمير تعليمات من الوزير دول. لا. اتصلت بالوزاره الاولى وفعلا استقبلني كاتب الدوله السيد الله الحاج وريتهم قال لي حاليا وزير الروح في اشتراك. فقط السريع. في الاثناء انا في الوزاره الاولى بعثت لسامي الفلاني في السريع اللي هي موجوده الارقام موجوده. لادريس دي لا رو على سافاري كورسبون او بيرو دافوكا بصلاح الدين خالد السبسي. انا عندي مساجات في الاعطيك المصري. انفوا دو شيان دو شانس ا 14 على سافاري ا اس كي اس pour échange en cas de besoin, remet et délivre le sucre là dedans. Le message est le message. سيدي دار الحاج بعد ما فضل الاجتماع تاع الوزير الاول خرج الوزير الاول وما تمكنش في القانون. يلقاني نزلت في دروب قال لي ما جاكش قلت له ما جانيش. قال لي اتصلت بالوزير الداخلية. حفظت انا اول ما حفظت قلت انا نحب نقابل الوزير الاول. عندي وجهه نظر في الموضوع. قال لي انا قلت لك نمشي للوزير الداخلية. هز تليفون كاتبه قدامي مشيت وصلت له ساعة كيف قدامي. وريت له المساجات قال لي خذ وعطاه وقال لي بالجاب قلت له كذا قعدنا نحكي له يمكن ساعة بالبحث غدا خلي سفر وكتبوا اعطيك واحد من الفيديو فعلا وضع اتصلت في الاداره العامه للمسار التقني جاي جسمي اللي قرار مساحه قبل في الشارع على الفيديو في قهوه الفيديو اتحط على المسجد في الجو وفي الشارع قال ما عمرو قال لي قلت له هاي الامور الجديده قال لي اسبوع ولا امور جديده فما عمليه استخباراتيه فما عمليه ترجيب للغيبه الحمد لله منعت لاني دخلت نهار الاجتماع المساج اللي بيني وبين اللي تحط كانوا يعرفوا فينا من غير راس مال على اساس تحط كان هو يعني يحكوا عليها وسرع مش معاهم مش معاهم جرب هذه قبل عمليه الغيبه ومشيت وقتها قبل كتب الدوله
بين عاشور رفع في العاشور وحط له بديل بس ما تعديش. نزلت لحد متوسط المسؤوليات قبل العمليه بقى يفايق وصار قبل كده جاء الربي بتاع اليهود قال تم موقع فتره بدون مش نازل نشوف ان احنا نحتاج. لكن الواقع كان تم عمليه بتاع التبجيل وبعد ما اكتشف لنا في اجهزه الرمزه وانه فعلا قام اجهزه بتاع التبجيل وقام اجهزه بتاع الاتصالات في جلبه تحضيرا لتبجيل جلبه. نهار اليوم هذا قابلوني في يوم اللي معطي عاودوا يقابلوني المره الثانيه وعاودوا النهار الثالث. النهار الثالث كان يوم خاص قالوا كيف جاوني قالوا لي يا استاذ انا كنت اعتذر في رقم الهاتف تبعت لي ميزه ديتا دوما كشفنا وانه يرجع السنتر دافا مسكت البري سيكون. قلت له انا وين هو مسكت البري سيكون؟ هو عنده مولات. قال لي تعال عنده بسرعه في مولات. صراحه سكرايس بحكي لك كده بحكي لك احكي لك على الفضاء رجعت سالت قلت له سالت قالوا لي انا مش فاهم امبارح لان انا عندي رقم هاتف جوال تونيزي على الموجود تبعت لي ميزه وعندي رقم فرنساوي. قول لي انت في ميزانها مسكر وبتاع ده عدل وقت فاكر 10 سنين طالب هذا ايش قصدي حرفيا؟ يعني هذا جواب ياسين الثاني وزير الداخليه. جيت لسمير الفلاني قلت له سمير هذا الجواب بتاعي. قلت له سمير حب وجهك. عاوز احط وزاره الاولى تمام؟ عاوز موضوع شوفه يبدو سيد الرئيس بعد ما جاوبوا وفرقوا بانه مسجل عند السيد الوزير الاول وعند وزراء اخرين معاكم وزير التحصيل. السيد وزير الداخليه جاوا بالسيد وزير الدوم يقول له راهو تبين وانه فعلا راهي صادره على سلطه غير مسكره. وانا سمعت من السيد وزير الداخليه قابلته وقال لي ايه جات السيد وزير الداخليه. اتفقنا هو وقال لي انا عملت قطع علاقه مع سميت فلاني على خاطر في الناس اللي فاتت لاني انا ما جبتش حد انا بس اتعلم امن البلاد وخلاص ما نصفرش ماليش عامل في السياسه وعمري ما عملت السياسه وعمري ما عملها لكن امن البلاد يهمني. فقط لو أي أنا عندي علاقة على سبيل الإيمان. هنا المشكلة. هنا المشكلة. سبيل الإيمان حل المساج له. شرط التشفير بتاعه حل. اس كاس طلعت سلاح الدين حاجة سيرس. يعني في الآخر مش طلعها مكذب سبيل الإيمان وكان يكمل. شباب الوزير له أنا وصلني وقال له راهم كذبوا عليك وقالوا لك راهو صوت الله كذا مسكر هو مش مسكر وراهي هم الخراب اللي لقيته أنا في المزيد راهو فعلا موجود في الموضوع. مع العلم أنها تطور موجود. عادي مش يقول لك تكون كذا ما يقول لك مش يقول امور هذيك بدل المخاصه مش هذيك المعلومه مش يقول لك هان ايش بدنا نصيح ضروري شيء مش جاوب السيد وزير لون هذا جاوب انا سمعت من وزير لون وسمعت حتى لو كان تكلم وزير لون تحط كتير جميل جاي وزير لون وزير ده جدا قبل ما تعمل عملت مجموعه اهليه بعد كده كم وقت كما قمت بواجب قلت له قمت بواجب فقط طريقه تعامل الدوله مع المعلومات هذه قلت لها تب انت تحب تواصلها وبالتالي لو قطعت وتخدموها طلعت واجب واجزت قلت لها تعمل بطريقه الدوله مش يجي مش يقول لك لا وصيحه كلامك 1000 ورا وخدنا ورا ما عندناش اطارات ولا كذا مش يقولوا لك ما قالوا لك ما قالوا لك انا كي حسيت مع روحي حتى شايف اتجاه القرار قرار هو اللي يسمع الناس واللي هو حريص على سلامة ولا مش قاعد مش قاعد نراعي كبيرة مع موضوع قديم والله سيدي رئيس حضرتك مواتير مشيت تفاجأت بسيدة الجمهورية أعطيها للسيد المحامين يقدمها تحت فيها بحث تحقيق أثبت هوية صاحب الإنسانية اللي هو التو خط طريق من ماي التو خط طريق هذه الشهادة اللي حبيت أقولها أنا شكون اسحاق التحقيق اكثر واحد بتحقيق جد بيصدرها في الشخص لا تحصل على المعرفه اسحاق لكن في كل مره انا ما بيسالوش رفع خطوره والله انا نتصور وانا سميت فريق موقوف على هذا مش على هذا رايي وهذا تقديري وانا ما اعرفش قاعد اقول شاهد ما عندكش حق تقول لي رايك شكرا.